60 دقيقة مع ناصر قنديل. برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. 60 دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. تحياتي أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 16 من العام 2017. هذه الحلقة نحن مضطرون فيها أن نعود لمناقشة فرضيات التصعيد الأمريكي أمام الحديث عن سيناريو لمواجهة أمريكية مع إيران، إنشاء حلف من الجيوش الإقليمية يضم تركيا والأردن والسعودية، وتكون إسرائيل ظهيرا وتكون أمريكا عند الضرورة حاضرة من أجل ضربة تكتيكية. هكذا هو السيناريو الذي جرى تداوله على كثير من المواقع الأمريكية ونشرته الواشنطن بوست، وتحدث عنه الكثير من الخبراء العسكريين، ووصل الأمر إلى حد القول أن زيارة مدير CIA لأنقرة كان منصبا بصورة أساسية على بحث هذا الخيار، وصولا إلى القول أن السبب الجوهري والأساسي في الانقلاب في الموقف التركي والتصعيد الذي يستهدف إيران بصورة مباشرة ويلصق بها اتهامات كانت تتفادى تركيا أن تنطق بمثلها في سنوات التوتر التركي الإيراني، فكيف بعدما تم التموضع على خلفية التفاهم الذي جرى في اجتماع موسكو والذي ضم روسيا وتركيا وإيران في أعقاب معركة حلب وانفتتاح المسار الذي شهدته أستانا ولعبت فيه تركيا دور الراعي لوقف إطلاق النار؟ المنطقي والطبيعي أن الملف السوري كان هو الملف الجوهري في الخلاف التركي الإيراني، وبالتالي إذا كان الملف السوري في ذروة الانفجار ولم يرتب كلاما تركيا من هذا العيار بحق إيران، فبماذا يمكن أن نفسر هذا المستوى من التصعيد ما لم يكن ثمة ما هو أكبر؟ يجيب المتابعون لهذا الاحتمال ولهذه الفرضية، الذي يفسر هو أن الأمريكيين منحوا الأتراك والسعوديين والإسرائيليين الجرعة اللازمة من الحماس والاندفاع والتعبئة والاستعداد للتغطية من أجل تشكيل هذا الحلف العسكري في مواجهة إيران ووصوله إلى مستوى من أنواع المواجهة التكتيكية التي تسمح بتعديل وضعية إيران التفاوضية، خصوصا لجهة ما يسمونه مجتمعين نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط. هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة، رغم مناقشتنا المتكررة لفرضيات الحرب ولمدى قدرة أمريكا وإسرائيل على خوض حرب، يحتاج هذا بذاته إلى مناقشة. الأمر الثاني طبعا، مهما كانت تحليلات والتوقعات والقراءات مبسطة وسهلة في فهم الاستعصاء الذي تدخل فيه العملية السياسية في سوريا، إلا أن مجرد انعقاد جنيف كمناسبة كحدث يستدعي منا التوقف أمام هذا الحدث واستقراء ما الذي يجري في جنيف وإلى أين يمكن أن يصل، وهل يمكن أن يكون بداية انفراج أو انفجار، لأن قد يجمع الكثيرون على أنه ليس بداية انفراج، لكن الكثيرين يسألون إذن هل سيكون بداية الانفجار؟ هل نحن أمام سقوط العملية السياسية ولو لمرحلة لكن لشهور قادمة يجري فيها مرة أخرى العودة للاحتكام للميدان، لأن الميدان لم يقل النتائج التي ينتظر منه أن يقولها كي يحسن في السياسة؟ هاتان المعادلتان سوف نتطرق لهما في حلقتنا لهذا اليوم. أبدأ بالموضوع الأمريكي. الواضح طبعا أن هناك تصعيد تركي، الواضح هناك تصعيد سعودي، يعني مش من فراغ ولا يمكن أن يكون مجرد صدفة
أن يقف وزير الخارجية التركي، وزير الخارجية السعودي، ووزير الحرب الإسرائيلي في مؤتمر ميونخ لإطلاق عبارات واحدة أن إيران سبب زعزعة الاستقرار، إيران داعم الإرهاب، إيران هي سبب المشاكل في المنطقة، أنه بدون وضع حد لهذا التمدد الإيراني لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالاستقرار، وصولا للكلام التركي عن اتهام إيران بمحاولة تشييع العراق وسوريا واستطرادا تقسيم العراق وسوريا. يعني في حكي من العيار فعلا الثقيل، حكي من عيار بيطرح أسئلة أنه إذا كان هذا الكلام من قال لما كانت إيران وتركيا في ذروة الاشتباك حول سوريا، بقيت المراعاة وبقيت الحسابات، فلماذا الآن تطلق تركيا كل شيء ولا تبقي مكانا للتهدئة؟ هل فعلا هذا يؤشر معه الكلام السعودي التصعيدي اللي بيوصل لحد أيضا أنه من على منبر ميونخ تتحدث السعودية بهذه اللغة القوية باستنادا إلى ماذا إذا لم يكن هناك شيء جديد؟ الإسرائيلي كمان هالتصعيد واللهجة العنترية التي يفترض أن يعني لا يلجأ إليها وهو لا يملك أوراق قوة جديدة يمكن الرهان عليها في تغيير معادلات الجوار على الأقل السوري واللبناني، ولا في مواجهة الوضع الداخلي الفلسطيني. من هذه العناصر ومعها زيارة مدير السي اي اي إلى أنقرة وما تسرب من ما طرحه وما حمله من مشاريع وفي قلبها الحديث عن حلف إقليمي يشبه الحلف الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية عام 56 والذي كان في أساس التحضيرات للسيطرة على المنطقة، والذي ضم آنذاك عراق نوري السعيد وتركيا وإيران الشاه وباكستان، وكان محاولة لضم لبنان وضم الأردن، وانفجرت الأحداث في المنطقة وكانت كلنا بنعرف ثورة 58 بلبنان والتغييرات في سوريا وصولا إلى الوحدة السورية المصرية وثورة 58 بمصر لإسقاط نظام نوري السعيد، ثورة عبد الكريم قاسم. بمعنى كان ذاك الحلف الإقليمي يومها مدخلا لانفجارات كبرى في المنطقة، ومحل عبد الناصر خلينا نعتبر الآن إيران، وأمريكا قد تكون في وارد التفكير بهذا الحلف الإقليمي الذي تقف وراءه وتحميه وتقدم له التغطية ليشكل موازنا مكافئا عسكريا ويدخل في حال من الاشتباك الاختباري التكتيكي الذي يحاول فتح ما بعد الاشتباك صيغة ما من صيغ التفاوض التي يمكن أن تجبر إيران على ضوء موازين القوة التي يمكن تحشيدها في مواجهتها، تظهر إيران استعدادا للتفاوض وقدرا من المرونة والليونة يؤهل الأمريكي لفرض بعض الشروط. هذا سيناريو أولا علينا أن نقول أنه موجود لدى الإدارة الأمريكية، يعني موجود في الأدراج. اثنين، هذا السيناريو يشجع على السير بالتفكير فيه، هل الحركة التي تقوم بها البحرية الأمريكية في المضائق والممرات المائية المتداخلة مع الحضور الإيراني، البحر الأحمر، خليج عدن، مضيق هرمز، مياه الخليج، واضح أيضا أن هناك حركة أمريكية عسكرية في هذه المنطقة، واضح أن حجم الدعم الأمريكي للدور السعودي في اليمن زاد بدل ما ينقص، وبالتالي الخطاب اللي أطلقه ترامب عن السعوديين كله جرى يعني سحبه من التداول، والاحتضان الأمريكي للموقف السعودي في اليمن عالي الوتيرة، وبالتالي من حق الذين يقرؤون حركة الأردن نفسها التي تذهب إلى أستانة بقدم لكنها توفر الحماية والدعم لجماعات الجبهة الجنوبية ويجري الحديث عن منطقة آمنة في جنوب سوريا وتلاقي المنطقة الآمنة التي يتحدث عنها الأتراك في شمال سوريا، وبالتالي أنه ترامب رايح باتجاه منطقتين آمنتين وممكن تكون المنطقة الثالثة هي المناطق التي يسيطر عليها الأكراد بالحماية الأمريكية المباشرة، يعني دير الزور والحسكة، عفوا الحسكة والرقة، واستطرادا إذا أمكن إخراج داعش من دير الزور. في هذا الكلام موجود في التداول، وبالتالي نحن معنيون بمناقشته بتفحصه بالتدقيق فيه. أول نقطة أنا بدي أحب أقولها بهذا السياق، يعني في مناقشة هذه الأفكار، إنه موازين القوى العسكرية التي تصنع معادلات القوة ليست في مرحلة ما قبل الاختبار، هي موازين قوى قد جرى اختبارها، هي موازين قوى قد تلاقت في الميادين واشتبكت في الميادين وأعطت نتائج الاشتباك في الميادين. يعني سنبدأ بالأتراك، الأتراك اللي ظلوا لمبارح لا أعلنوا عن السيطرة على الباب وبعد ما سيطروا،
وأربع شهور هن في القتال مع داعش يراوحون مكانهم. السعوديين اللي غرقانين بحرب اليمن وكل يوم مزيد من الغرق ومزيد من العجز عن إنهاء الحرب سلما أو عن التقدم فيها حربا. إسرائيل المربكة فلسطينيا ولبنانيا والعاجزة عن معالجة الإجابة عن سؤال ماذا تستطيع أن تفعل مع حزب الله؟ ما الذي يمكن أن يفعله الثلاثة إذا اجتمعوا؟ ما هو فائض القوة الذي لا تحتاجه تركيا ولا تحتاجه السعودية ولا تحتاجه إسرائيل؟ هو فائض عن حاجة السعودية في حرب اليمن، فائض عن حاجة تركيا في حربها في سوريا، فائض عن حاجة إسرائيل في مواجهة حزب الله، وبدهم يكرسوا لمواجهة إيران. هذا أول سؤال، والجواب عليه أنه ما في. السؤال الثاني اللي بيطرح نفسه، طيب إذا ذهبنا إلى فرضية تشكيل هذا الحلف ليس لإنتاج فائض قوة يجري تكريسه لمواجهة إيران، لمعالجة الملفات المطروحة نفسها، يعني إذا الأتراك عندهم مشكل بالباب هل تملك إسرائيل والسعودية حلا؟ إذا السعوديين عندهم مشكل باليمن هل يملك الأتراك والإسرائيليون حلا؟ إذا إسرائيل عندها مشكل بعلاقتها مع حزب الله وقوى المقاومة في فلسطين هل تملك السعودية وتركيا حلا؟ منطلع منلاقي لا. طيب هاي السيناريو الثاني. لا، نجي للسيناريو الثالث، هل يمكن لهذا التحشيد أن يكون له وظيفة سياسية وليست عسكرية؟ هون منقول نهدي شوي، لأنه نعم هذه فرضية قائمة، أن الأمريكي في مرحلة لا سياسة التي لا يملك فيها خطة، لا خطة للتصعيد باتجاه الحسم. شو يعني التصعيد باتجاه الحسم؟ يعني في حل من اثنين، يا بدي يقولوا الأمريكي أنه أنا قادر بالآن نفسه على معركة داعش والنصرة من جهة، ومعركة الدولة السورية وحزب الله وإيران وحد النفوذ الروسي من جهة أخرى. هذه فرضية، وهذا يعني أي عاقل بيطلع أنه حمل هالبطيختين سوا أكبر من طاقة مش أمريكا، أمريكا وحلف الأطلسي والسعودية وتركيا وإسرائيل وكل اللي معهم، لأن التجربة تقول عكس ذلك. التجربة تقول بذروة قوة هذا الحلف أمريكا وفرنسا وتركيا وإسرائيل والسعودية ومعهم القاعدة وداعش، وما قدروا لسوريا وحزب الله وإيران وروسيا، وقبل أن يأتي الروسي إلى سوريا. وبالتالي الرهان أنه بيقدروا الأمريكان لاثنين، يعني لهذا الحلف وزائد القاعدة وزائد داعش، مستحيل، لأن الجواب يقول أنه هني فشلوا مع حلف المقاومة وروسيا معا، بدون القاعدة وداعش كانوا معهم هني وفشلوا هني وياهم، كيف بدهم يقدروا إذا حطوا القاعدة وداعش بالضفة الأخرى اللي بدهم يقدروا عليها؟ فإذا أيضا هاي استحالة. طيب الفرضية الثانية شو بدهم يقولوا عسكريا؟ عسكريا بدهم يقولوا أنه طيب نحن مش قادرين للنصرة وداعش، فينا نحيد نخفف نبرد حربنا مع النصرة وداعش، أو نتحالف تحت الطاولة مع النصرة وداعش ونركز على هذا الحلف لكسره. طيب مش هي كانت سياسة أوباما طوال الأربع سنوات الأخيرة من الحرب في سوريا؟ وهل أن أوباما ادخر من قدرات أمريكا شيئا لم يزج به؟ الأساطيل جابها وحاول يستخدمها وكاد أن يشتبك مع روسيا. هل أخذ قرار ترامب أن يذهب للاشتباك مع روسيا؟ يعني الصاروخين اللي طلعهم أوباما وخلوه يرجع، أنه ترامب إذا إجا جاب الأساطيل وأطلق صاروخين وسقطوهن الروس بيكمل؟ طيب أوباما عملها كانوا الروس مش موجودين بسوريا، اليوم ترامب بده يجي يعمل غزو على سوريا والروس موجودين، يعني مرر الحرب على سوريا على روسيا. التركي بده يكون شريك، يعني عم يعمل حرب مع روسيا. الأجوبة التي يمكن استخلاصها من أي قراءة بسيطة هي أن هذه المواجهة ولا زمانها، وظرفها المثالي كان عام 2013 يوم جاءت الأساطيل الأمريكية وعادت، لأنها اكتشفت أنها ستكون في صدام مع روسيا، لأنها اكتشفت أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، لأنها اكتشفت أن حزب الله سيطلق مخزونه الصاريخي على إسرائيل، لأنها اكتشفت أن الدولة السورية قد تصاب في الضربات الأولى في طيرانها في دفاعها الجوي في مخازن ومستودعات صواريخها، لكن ستبقى لديها القدرة على المقاومة وعلى القتال وعلى المواجهة وعلى إطلاق الصواريخ، وبالتالي ستكون أمريكا قد جاءت إلى حرب مفتوحة تعرف كيف تبدأها ولا تعرف كيف تنهيها. وأمريكا خرجت من العراق وأفغانستان وجاءت لحرب سوريا بسبب قرار الخروج من العراق وأفغانستان، أهون عليها كان قرار
البقاء في حرب استنزاف في العراق وأفغانستان وعدم التفكير بالمجيء إلى حرب على سوريا بوهم أن هذه الحرب لأنها حرب ناعمة، لأنها حرب الفتنة، لأنها حرب أهلية، لأنها حرب يمكن توظيف القاعدة فيها، لأنها حرب الإخوان المسلمين، لأنها حرب تحضنها تركيا والسعودية في أمل بالنصر فيها. يعني هم لجأوا للحرب التي لا تستدعي جيوشهم. لماذا؟ لأنهم عجزوا عن تحمل كلفة استنزاف جيوشهم في حروب أقل كلفة، لا كانت إيران ولا كانت روسيا ولا كان حزب الله ولا كان الجيش السوري، ما كانوا عم بيواجهوا بالعراق فصائل مقاومة محدودة القدرات، وكانوا عم بيواجهوا بأفغانستان شوي القاعدة وشوي بعض تنظيمات المقاومة البسيطة، ورغم ذلك ما تحملوا الاستنزاف. بدهم يتحملوا حرب مباشرة الأمريكان مع روسيا ومع إيران ومع حزب الله ومع سوريا؟ أنا أجزم أن هذه استحالة، وما عاد ما صار شيء يغير الموازين. فبالتالي إذن شو هو التفسير؟ التفسير أن الأمريكي في مرحلة اللا سياسة التي يعجز فيها عن أخذ قرار الحرب، لكنه يعجز أيضا عن أخذ قرار السلام، قرار التسوية. ترامب جاء على خلفية معادلة، هذه المعادلة هي التي منحته أصوات الناخبين. تقول هذه المعادلة: سئمنا الحروب، سئمنا التدخلات، سئمنا دور الشرطي الدولي، ما قضيتنا في أن نغير أنظمة الحكم، ليست قضيتنا أن نتدخل ونغير ونبدل ونبني أنظمة على هوانا، إن الديمقراطية التي ذهبنا لنبنيها في مصر، هيك حكي جو برينن رئيس مخابرات أوباما في أيامه الأخيرة، وأدت بنا إلى أن نضغط على حسني مبارك كي يرحل، وكذلك مع زين العابدين بن علي، لم تأتي الديمقراطية التي تشبهنا. الذي جاء هو تنظيم الإخوان المسلمين الذي افترضنا أنه إسلام سياسي يشبه أمريكا، قادر على أن ينشئ بيئة اجتماعية حاضنة للثقافة التي نريد، وإذ به ينشئ بيئة اجتماعية ثقافية لنمو التطرف، لنمو القاعدة وداعش. هذا حدث في سوريا، وهذا حدث في تونس، وهذا حدث في مصر، وهذا حدث في اليمن. وبالتالي النتائج التي حصدناها من هذه التدخلات جعلت كلفة التغيير أعلى من عائداته، والعائدات آخذة في الإضمحلال إلى درجة صفر، والكلفة آخذة في الارتفاع إلى درجة عدم الاحتمال. وبالتالي المنطقي والطبيعي إذن هون، هذا الخطاب اللي قاله ترامب، هو أن نعود لنفكر بأمريكا للأمريكيين والبيض خصوصا، وأن نفكر بأمريكا وخدماتها وبناها التحتية وتأمينها الصحي ويدها العاملة التي أهملتها الإدارات السابقة، تحت وعد أنها عندما تنتصر في الحروب سوف تغرق الأمريكيين في الرفاه وسوف تتدفق الأموال على أمريكا، لأن الصين سوف تكون محاصرة اقتصاديا، سوف تكون حنفيات النفط والغاز بإيد أمريكا، وروسيا ستكون محاصرة ومجبرة على فتح حنفيات أو صنابير النفط والغاز نحو أوروبا بأسعار رخيصة، فيكون الغرب في البحبوحة، وفي البحبوحة تنتعش حالة الشعوب اجتماعيا وتزداد موارد الخزينة المالية التي تقدر على الإنفاق على الخدمات وتحسين الخدمات والبنى التحتية وسواها من الوعود الاقتصادية. لكن هذه الوعود سقطت، سقطت مع سقوط الحرب. وبالتالي إجا ترامب ليقول الحرب خلصت. ترامب كمعادلة تعبير سياسي في العقل الأمريكي هو إعلان نهاية الحرب، هو إعلان الانكفاء وراء الجدار، هو إعلان العودة إلى أمركة أمريكا وليس مزيد من عولمتها. لكن ترامب هزم في الجولة الأولى مع المؤسسة الأمريكية التي واجهها وانتصر عليها في الصناديق، هاي المؤسسة ذاتها التي عملت لإسقاطه في الانتخابات، اللي قالت عنه عميل روسي CIA، اللي قالت عنه أنه رجل غير متزن، الصحافة والإعلام، تلفزيونات والصحف، الشبكات التي يملكها كبار الستة الممولين في أمريكا، واللي علنا قال عنها ترامب أنها تكذب وأنها منحازة ضده وأنها لا تقول الحقيقة للأمريكيين وإلى آخره. الدبلوماسية، النخب الموجودة في المؤسسات الفنية والتواصل الاجتماعي والشركات المعولمة. شو يعني الشركات المعولمة؟ يعني التي تنتج أرباحها الأساسية من صفة أمريكا العالمية وتحتاج إلى حماية هذه الصفة والحفاظ عليها، لمنها التويتر والفيسبوك ومنها الكوكاكولا ومنها مايكروسوفت ومن
هاي الشركات المعولمة، شركات الاتصالات وشركات الكمبيوتر وشركات البرمجيات وشركات، ومنها هوليود، ومنها شركات انتاج الاسطوانات وبيع الاسطوانات في العالم، هاي الشركات المعولمة. لذلك شفتوا حشود هوليود موجودة في المظاهرات ضد ترامب، ولذلك شفتوا انه المتمولين في الشركات الكبرى يعني في الصحافة في التلفزيون في المؤسسات الاقتصادية المعولمة كلهم في قلب الحشد المعادي لترامب. طيب هاي المؤسسة أرادت هزيمة ترامب، وعندما وصل إلى الحكم وظفت كل نقاط ضعفه لإنتاج ممانعة، ممانعة تحول دون أن يضع خطته التي اختصرت بأربع نقاط. النقطة الأولى فيها أولوية الحرب على داعش بديلا من حروب تغيير الأنظمة. النقطة الثانية تعاون مع روسيا لإنجاز الحرب على داعش والإرهاب بدلا من سياسة المناكفة والتجاذب مع روسيا. الثالثة فيها اللي هي عدم السماح بأن تقطف إيران ثمار هذا التعاون الروسي الأمريكي كما قطفت ثمار احتلال أمريكا للعراق وأفغانستان، عم بحكي فلسفة ترامب، وأن يحفظ لإسرائيل مكان مميز في معادلة الشرق الأوسط. يعني ما تربح إيران وما تخسر إسرائيل، وإذا أمكن أنه إسرائيل تكون رابحة بيكون أحسن. وهذا المربع فشل ترامب في فرضه كسياسة مباشرة، وأدت استقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي اللي يعتبر يعني أقرب المقربين لترامب واللي بيطلب منه قدم استقالته إلى التعبير عن هذا المأزق. لما بيطلب ترامب من مستشار أمن القومي وهو الفيلسوف الذي ينتج له الاستراتيجيات قبل ما يصير مستشار أمن قومي، نظريات ترامب هي نظريات فلين، لما بيقول له استقيل لأنه حكي مع السفير الروسي بأمريكا، فهذا دليل على قديش نجحت هذه المؤسسات، هذه النخب، هذا اللوبي الكبير بإنتاج ما يسمى بالموسكوفوبيا، وجعل العلاقة مع روسيا شائنة كبرى. وتعامل ترامب ورضوخه للقبول بأن هذه شائنة هو خير دليل على الهزيمة. ترامب المهزوم في الذهاب إلى برنامجه طبعا ما رح يستسلم، سيحاول أن ينشئ بدائل تقبل بها المؤسسة. شو هو البديل اللي ممكن يوصله بقبول المؤسسة، يعني بقبول المخابرات، يعني بقبول البنتاغون، بقبول وزارة الخارجية يعني الدبلوماسية، الجهاز العميق للدبلوماسية الأمريكية، بقبول الإعلام، بقبول البيئة الثقافية والفنية المرتبطة بالعولمة؟ شو هو الشيء بالوسط اللي ممكن يكون بين مشروع ومشروع؟ قطعا ليس الذهاب للحرب، قطعا، قطعا أيضا ليس الذهاب للتسوية بمفهومها المباشر على القواعد التي أعلنها ترامب في حملته الانتخابية. هو شيء مختلف، وهذا الشيء المختلف برزت بوادره في خطاب ترامب مع نتنياهو، في أولوية التصعيد ضد حزب الله، في اعتبار أن إيران هي الهدف الذي يمكن للتركيز عليه أن يعيد توحيد ترامب مع المؤسسة، وأنه هيك هو ما عم بيهاجم روسيا، هو عم بيكون على قدر من الوفاء لخطابه الانتخابي، لأنه بخطابه الانتخابي هو تهجم بقسوة على إيران وقال بأن الاتفاق النووي سيء والاتفاق النووي هدية لإيران، وأن إدارة أوباما كانت متخاذلة في هذا التفاوض، وأنها منحت يعني كان كريما أوباما. فإذا بعده منسجم مع بند من خطابه، شو بقي منه؟ مش الحرب على داعش ولا التعاون مع روسيا، بقي منه إذا عنده أربع نقاط بقي نقطتين: دعم إسرائيل ومواجهة إيران أو مهاجمة إيران أو التصعيد ضد إيران. كيف ممكن يقدر يوظف هالبندين من أجل الالتفاف للعودة إلى معركة داعش والتعاون مع روسيا؟ الخطوات التي يسعى إليها ترامب كانت تتمركز على نقطة محددة، وهون ما عم بحكي عن ترامب الشخص اللي يمكن عقله ما يكون بمستوى إنتاج مثل هذه المعادلة، لكن ما قدمته المخابرات وما قدمته النخب ووضعته بين أيدي ترامب كمشروع للتسوية بينها وبينه وارتضاه وتحول إلى سياسة، وشفنا وزير خارجيته تيلرسون، شفنا وزير دفاعه ماتيس عم يحكوا فيه. شو هو؟ هو وضع حد للنفوذ الإيراني في منطقة المشرق والخليج. بشو؟ بخلق جبهة تجمع
تركيا والسعودية والأردن وإسرائيل عسكريا، تشجيع إسرائيل على التركيز على التعاون مع الخليج، تركيا أصلا ما عنده مشكل، علاقتها بإسرائيل علنية ومباشرة، الأردن ما عنده مشكل، والفصل بين دور هذا الحلف في مواجهة إيران وبين دور هذا الحلف في فتح الباب لتعاون مشروط مع روسيا. لاحظوا مثلا بتلاقوا إسرائيل ما قطعت مع روسيا، بتلاقوا تركيا ما قطعت مع روسيا، بتلاقوا الأردن ذهب للتلاقي مع روسيا والتحق بمسار أستانا على هذا الأساس، بتلاقوا السعودي بطل يحكي عن الروسي احتلال لسوريا وسوف يدفع الثمن. محاولة بناء حلف ينفتح على روسيا ولا يطالب من روسيا قطع علاقتها بإيران، هو يأخذ على عاتقه التصعيد بوجه إيران أملا بإنتاج درجة عالية من التوتر. التوتر المطلوب ليس توترا عسكريا حتى لو تخللته بعض حالات المناوشات، لكن هذا التوتر المطلوب منه جلب إيران إلى التفاوض على معادلة الشرق الأوسط بصيغة تكون فيها إسرائيل في وراء الستار لكن تكون فيها السعودية وتركيا في الواجهة، وهذه الصيغة تطرح على الإيرانيين شروطا، تقول تريدون تطبيعا عربيا إسلاميا معكم، يعني تركيا وباكستان والسعودية، وطبعا هلأ مصر في مكان آخر، يعني ليس هو المكان لا الحليف لإيران ولا المنضبط بالإيقاع الذي تريده السعودية وتركيا، مصر في موقع نقطة تقاطع أمريكية روسية تترقب وتنتظر وتتفرج توقيت المناسب للإقدام، وهي الآن ليست في حال الإقدام. وبالتالي هذه الجبهة شغلتها تصعد لتفاوض إيران. عشو مفاوضة إيران؟ مفاوضة إيران على البندين الأساسيين في المشرق والبندين الأساسيين في الخليج. في المشرق أنه ما عندنا مانع نحن بصيغة تسوية تعيد إنتاج الدولة السورية، سلمنا أنه يا أخي ما فينا نسقطها وسلمنا أن الرئيس بشار الأسد باقٍ، لكن صيغة الحكم في سوريا بدنا نحكي فيها، وصيغة الحكم في سوريا مش بس بدنا نحكي فيها، ما ممكن نقبل أن يكون النظام الذي كان وبدأ التعديل من كلمة دولة علمانية لدولة لا طائفية، بدأ الحديث عن صيغ ما لبعض من الطائفية في الدولة، لبعض من الخصوصية في أطرافها الجغرافية. هذا خطاب تركي، خطاب سعودي، وهذا الخطاب يلقى تأييدا أمريكيا أنه تعالوا نحكي فيه مع الإيراني، وهو مشروط عسكريا بأن تنسحب الميليشيات بين هلالين طبعا المساندة لإيران وفي طليعتها حزب الله من الحرب السورية، وأنه المسلحين السوريين اللي بالنصرة واللي بالتنظيمات والفصائل المسلحة وأحرار الشام وجيش الإسلام هون لا تنطبق عليهم صيغة هذه حرب عالمية على الإرهاب، وبالتالي بصير اللي من خارج سوريا طالما هو بتعاون مع الدولة السورية لمواجهة الإرهاب فهو شرعي، وبصير الإرهاب غير شرعي. لا، الإرهابي إذا أصله سوري هو شرعي، وهذا مواطن سوري هو حقه يبقى، والحزب الله اللي بيطلع وهذا اللي حقه يبقى، منشوف بينه وبين الدولة السورية لوين بيوصلوا، وبالتالي منلاقي حل تراضي وتوافق بين هذه الأجسام المسلحة وبين الدولة السورية. أما الحرب على داعش والنصرة فهي مسؤولية دولية، بالتالي لا تقولوا لنا أنه نحن نحتاج ليبقى حزب الله من أجل الحرب على داعش والنصرة، الحاجة لبقاء حزب الله هي لتقوية النظام على المعارضة، وهذا أمر نحن ما حنقبله. وبالتالي نحن وياكم، يعني التركي والسعودي وياكم يا إيرانيين، مع الروسي مع الأمريكي نتكفل الحرب على داعش والنصرة إذا سمح للجماعات المسلحة والمعارضة أن تبقى قوية لدرجة تعدل شروط التفاوض والتفاهم مع الدولة في سوريا بعد انسحاب حزب الله. هاي المعادلة، معادلة أستانا معدلة، معادلة أستانا التي، ولذلك نرجع نتذكر كلام جماعات المعارضة أنه الاتفاق تم على انسحاب حزب الله. يا أخي ما تم، لا الروسي موافق ولا الإيراني موافق ولا السوري موافق ولا حزب الله موافق. الذي حدث أنه في وعود تركية لهم بهذا، وهذه الوعود التركية هي رسم لما ستقوم به تركيا عندما تصبح أمريكا جاهزة للخطوة التصعيدية. التركي كان حسابه أنه الأمريكي مستعجل على التسوية مع روسيا، وأنه إذا ترامب عم يخطب قبل الانتخابات بهذا الوضوح
عن الذهاب لحرب على داعش والقاعدة على قاعدة تعاون مفتوح مع روسيا. يعني بيوصل ب 22 شهر ب 23 ب 25 ب 30 قمة بتجمع بوتين بحط الخطوات بيعمل الإنجاز بيخلص من داعش والنصرة بيتحضر مؤتمر للحوار السوري السوري في جنيف ينتهي بحكومة وهذه الحكومة تتولى التحضير للدستور وانتخابات. يكتشف التركي انه هزم ترامب بهذا المشروع ورجع خطوة الى وراء بل 10 خطوات الى الوراء. جمد التركي وضعه. وهون بنفهم هلا بس نحكي عن جنيف شو اللي عم بصير بجنيف. هذا التجميد التركي رافقه استكشاف اجواء. وبدأ ان هذه الاجواء عنوانها هو هذا المشروع الامريكي اللي السي اي اي مجمعة عليه، البنتاغون مجمع عليه، للدبلوماسية الامريكية الخارجية يعني مجمعة عليه، للصحافة مأيديته، لمراكز الدراسات مأيديته، للاوساط الفنية يعني جماعة الفيسبوك والهوليود معه. هذا المشروع قوامه حلف اقليمي تدعمه امريكا يضعف من وضعية ايران على قاعدة لم يشتغل عليها سابقا. انه سابقا التركي والامريكي والسعودي والاسرائيلي وقفوا مع المسلحين لحسم عسكري بالتعاون مع النصرة، بلا لفوا بلا دوران. هالمرة عم بيقول لا خي، بنحط النصرة ارهاب وما بنتعاون مع النصرة وداعش، لكن نحفظ للجماعات المسلحة مكانة عسكرية مرموقة بالدعم الاقليمي من جهة، اي السعودي الاردني التركي والاسرائيلي بالظل، وباخراج فائض القوة الذي عدل الموازين الى جانب الجيش السوري اللي هو حزب الله وسائر القوى من المتطوعين الاتين للقتال في ايران تحت عنوان الحرس الثوري وتحت عنوان الفصائل العراقية وبعض المجموعات الافغانية. هذا المشروع جديد، وهذا المشروع يراهن انه عبر الضغط السياسي والاعلامي على ايران يمكن ان يصل الى طاولة المفاوضات. وهذا بأهله اذا نجح في الوصول انه حط البند الاول اللي اسمه تعزيز وضع المسلحين السوريين العاملين تحت الغطاء التركي السعودي الاسرائيلي الاردني، والاستعداد للقتال ضد داعش والنصرة، واخراج المسلحين المؤيدين او الجماعات او القوى او التيارات المقاومة التي تعمل بالتنسيق مع ايران، بيعمل اختلال بالموازين الداخلية العسكرية بدون الذهاب الى قتال، لكن يسمح بوضع تفاوضي أفضل بكثير للمعارضة مع وفد الحكومة السورية، وبينتج صيغة سياسية جديدة للدولة السورية قائمة على مناصفة بين الرعايتين، بين الخيار المقاوم الذي تتبناه الدولة السورية وبين الخيار التركي السعودي الإسرائيلي الذي تتبناه المعارضة. هذا الرهان بيتضمن إذن سحب حزب الله والميليشيات، سحب الحشد الشعبي وتفكيكه في العراق، بيتضمن وقف الدعم عن الحوثيين والضغط عليهم للوصول الى تسوية تجعل للسعودية مكانة اليد العليا، بالبحرين الضغط من اجل ابعاد الشيخ عيسى قاسم، تقليم اظافر قوى المعارضة وارضائها بسقف منخفض جدا للتسوية، عنوان انتخابات متلاعب بها سلفا ومعلبة سلفا من أجل إنتاج حكومة هزيلة وهشة قد تملك المعارضة فيها وزيرين أو 3 وزراء. هاي الصيغ التي يشتغلون عليها هن مراهنين مثل ما كانوا مراهنين بالأول، أنه منحكي مع الروسي ومنقول له تخلى عن حلفائك ومنضغط عليه عسكريا ومنهول ومنغريه، نحن نجي نحالفك بدالهم وبنتعاون نحن وياك وبنعترف فيك دولة عظمى. هذا الرهان على إخضاع روسيا أو إغراء روسيا انتهى، الآن الرهان على إغراء إيران أو إخضاع إيران، وهذا بده يأخذ 2 أو 3 شهور. هو الوقت اللازم أيضا بالنسبة للأتراك ليتحققوا من الاستعداد الأمريكي لدفع الأثمان اللي بتمهم أكثر من كل هالحكي. هني هلأ رايحين بالتصعيد ومستعدين يعملوا بالدنيا الأمريكان ويروحوا أبعد إلى أن يصلوا إلى لقاء أردوغان ترامب ويشوفوا على الطاولة. حيندفع رأس الأكراد لحساب الأتراك وحيتسلم جولين للأتراك إذا إيه بيكملوا، إذا لا ما حيكملوا، وإذا إيه بيكملوا بدون الكسر بدون الوصول للحرب، لأنه هذا وقف أيضا على الموقف الإيراني. هلأ بنحكي شو بده يكون الموقف الإيراني. فإذا نحن الآن في مرحلة الأمريكي باللا سياسة
يملأ اللاسياسة بمهام تكتيكية. هذه المهام التكتيكية الآن تقوم على تعديل في وجهة الانخراط التركي الإسرائيلي السعودي في الحرب السورية، بدلا من أن كانت عسكرية في مواجهة الدولة السورية وحلفائها بتصير حمائية للجماعات المسلحة، مواجهة نظرية للنصرة، مواجهة حيث أمكن بكلفة مقبولة لداعش، وضغط على إيران من أجل سحب الجماعات المنضوية في خيار المقاومة وفي طليعتها حزب الله. طيب شو راح يعمل الإيراني وشو راح يعمل حزب الله وشو راح تعمل الدولة السورية؟ كل هذا الحكي ما بيعني لا إيران ولا سوريا ولا حزب الله ولا أرينه. ما يعنيهم أن عملية التسوية الأمنية والسياسية المنطلقة من مسار أستانا جمدت، وهذا يعني أن النصرة ستستطيع تصيد الفصائل المسلحة مرة أخرى في المعارك التي تحدد هي توقيتها. وهذا الشيء بيّن بدرعة، معركة المنشية بدرعة فتحت رجبة النصرة وذهبت الفصائل، وأنا سمعتهم على التلفزيون عم بيقولوا أنه ما بدنا نترك النصرة تستأثر بتحقيق هذا الانتصار. مش مهم التفسير، المهم عمليا وواقعيا هذا اعتراف بأنه راحوا شاركوا مع النصرة، وبالتالي في كل منطقة تقرر النصرة فتح معركة سنجد هؤلاء وراءها. هون إيران وسوريا وحزب الله وروسيا معهم معنيين باتخاذ قرار كيف يتعاملون مع هذا الفراغ السياسي الذي سينتج قدرة عند النصرة في توظيف الفصائل في خدمة مشروعة، وسينتج بالمقابل قدرة عند داعش لرسم سيناريو بديل. داعش الذي يواجه خطر سقوط الرقة، داعش الذي يواجه أكثر خطر سقوط الموصل، وضع خطته البديلة بالانسحاب إلى دير الزور، ومن دير الزور الانسحاب إلى البادية السورية العراقية وصولا إلى الحدود الأردنية السعودية وملاقاتها بالقوة التي فتحت الحرب في منطقة اليرموك من جماعة داعش والتي ابتلعت مواقع الجبهة الجنوبية وما يسمى بالجيش الحر، وهي تحقق المزيد من التقدم. وبالتالي إذن نحن سنكون أمام انتقال زمام المبادرة ليد داعش والنصرة، لكن أمام ما هو أخطر، وهو أن الفصائل المسلحة المغطاة من تركيا والسعودية والمدعومة فعليا من إسرائيل سوف تكون هذه الفصائل جزءا من حرب النصرة. لذلك سيتعامل يعني دولة الجيش السوري، الدولة السورية ومعها إيران ومعها حزب الله ومن ورائها روسيا على قاعدة العودة إلى ما قبل معركة حلب. ما قبل معركة حلب أنه أعطينا فرصة، وكلنا نتذكر من الهدنة لبدء معركة حلب شو صار؟ صارت الهدنة وتحت عنوان فصل النصرة عن المعارضة، وصارت وراها صار الانقلاب على الأتراك ثم تموضع الأتراك وتغير في موقف الأتراك، صار التفاهم الروسي الأمريكي بين كيري ولافروف كله في السياسي أملا بالوصول إلى فكفكة العلاقة بين الجبهة النصرة وبين هذه الفصائل المسلحة. تعهد تركي وتعهد أمريكي وبالآخر النتيجة صفر. فكانت الحرب في حلب هي الفيصل الذي أجبر تركيا بعدها ومعها الفصائل المسلحة طلبا للانسحاب بالتعهد والالتزام بالذهاب إلى لقاء موسكو ثم أستانا على قاعدة أولوية الحرب على الإرهاب والاستعداد للانخراط في المواجهة مع داعش والنصرة. الآن نحن نعود إلى وضع مشابه، وهذا الوضع المشابه لا يمكن مواجهته إلا بالعودة إلى الميدان، والعودة إلى الميدان لخلق وقائع جديدة شبيهة بالتي خلقتها معركة حلب، وهذا يعني ذهابا للحسم في مواقع عديدة من عناصر المواجهة، أهمها ما يحيط بدمشق، وأهمها بدرجة ثانية دير الزور اللي بدها تصير معقل داعش، ولا يقل عنها أهمية إدلب حيث معقل النصرة. وبالتالي نحن أمام شهور سنشهد فيها العودة للمواجهة العسكرية، سنشهد فيها الرسالة الجوابية على رسالة أمريكا وتركيا والسعودية وإسرائيل بإنشاء حلف إقليمي بأن هذا الحلف الإقليمي سيكسر في سوريا، وأن المناطق الآمنة التي يتحدثون عنها واللي ما قدروا يعملوها قبل ما يجي الروسي على سوريا
وقبل ما ينصب الأس 400 وقبل ما يعلن تسليم الجيش السوري للأس 300 ما قدروا يعملوها وقتها، وقت ما كان الروسي بعده مش جاي، وقت ما كان الأس 300 بعده مش جاي، وحكما الأس 400 بعده مش جاي. ومن مدة بسيطة لما أعلن أوباما بأنه سيقوم ببعض الضربات التكتيكية لتحسين وضع المعارضة، ربما يضطر الجيش الأمريكي إلى استهداف المطارات وبعض النقاط الاستراتيجية بالنسبة للجيش السوري، أعلنت روسيا فورا تسليم الأس 300 للجيش السوري كي يتمكن من الدفاع عن نفسه. وفورا سحبوا الأمريكان الكلام هاي أيام أوباما عن التصعيد والذهاب إلى المواجهة اللي سموها محسوبة من أجل تعديل التوازن. وبالتالي إذا نحن قدام وضع يقول اللي ما قدر يعمل مناطق آمنة أيام ما كان الروسي مش موجود، وأيام ما كان ميزان القوى بين الجيش السوري وحلفائه من جهة والقوى المقابلة من جهة أخرى مختل لصالح القوى المقابلة، ما قدروا عملوها. ولما التركي ما كان بعد لا عاش الانقلاب ولا اتبهدل مع روسيا وراح معها على أزمة ولا رجع مبهدل ليخرج من الأزمة، كان بعده بذروة مهابته. ولما السعودي ما كان بعده متورط بحرب اليمن ولا جيشه مبهدل ومفرفط في هذه الحرب وكان بعده بمهابته، ولم ينجحوا في بناء المنطقة الآمنة، بدهم ينجحوا فيها. والجيش الروسي صار موجود، ومبارح بعده بوتين جامع ضباط البحرية ليقلهم نحن لسنا في سوريا لمساعدة النظام، ولسنا في سوريا للقيام بتسوية سياسية، نحن نشجع التسوية ونعتبر أنها شأن سوري سوري، لا نتدخل بطبيعة الدولة المقبلة في سوريا، لكن نحن نقاتل في سوريا دفاعا عن أمننا. هناك 4000 مسلح ومقاتل من جماعة تنظيم القاعدة وداعش من أراضي روسيا يقاتلون في سوريا، وهناك 5000 من دول الاتحاد السوفيتي التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة فيزا للدخول إلى روسيا موجودون يقاتلون في سوريا أيضا. هؤلاء 9000 إرهابهم خطر على أمن روسيا، وعندما نقاتلهم في سوريا فنحن نحمي روسيا، ولن ننتظر موافقة أحد ولا رضا أحد ولا التفاهم مع أحد، سنفعل ما يحمي بلدنا. وما دمنا قادرين على التفاهم مع الدولة السورية فهي الجهة الوحيدة، لأن القتال يدور على أرضها، هي الجهة الوحيدة التي يهمنا موافقتها، ولدينا هذه الموافقة. ولذلك لا يحق لأحد أن يسألنا قبل أن يساعد ويساهم على بناء تفاهم سياسي سوري سوري ينتج حكومة جديدة، لا يحق لأحد أن يسألنا لماذا نتعاون مع الدولة السورية، لأنها ببساطة حليفنا. هذا كلام بوتين اللي قبل 3 سنين ما كان هيك، وكان الوضع بيسمح بالمنطقة الآمنة. إذا هلأ بيسمح كان بيسمح أكثر، إذا وقتها ما كان بيسمح فكيف به يسمح الآن؟ فلا الظرف الدولي ولا الظرف الإقليمي ولا الظرف الداخلي في سوريا ولا موازين القوى ولا وضع هؤلاء الحلفاء كل على حدة ومجتمعين أمام المعارك التي بات متورطا فيها، كل هذا يجعلنا نقول أنه لا منطقة آمنة ولا فعالية لإمكانية الرهان على السيناريو القائم على التحشيد والتجميع والتصعيد للمفاوضة على مستقبل الحشد الشعبي وحزب الله ودورهما في سوريا. والادعاء بأن تقديم استعداد السعودية وتركيا والأردن للانخراط في الحرب على النصرة وداعش بشرط انسحاب قوى محور المقاومة وحماية وضع الجماعات المسلحة، هذا السيناريو لن يؤدي إلى شيء إلا إلى إثبات الفراغ السياسي وفتح الأمور على المواجهة، والمواجهة لن تنتج إلا حلب أخرى، وعندما تدق ساعة حلب الأخرى سترونهم كما رأيتوهم مع حلب الأولى، إن كانت حلب الأخرى هي دير الزور، وإن كانت حلب الأخرى هي الجنوب ومحيط دمشق، أو كانت حلب الأخرى هي إدلب، أيا كانت. وبالتالي نحن هنا بهذا المعنى نقول معادلات القوة، اليمنيون لن يتراجعوا على الإطلاق، واليمنيون لن يتراجعوا ومعهم البحرانيون لن يتراجعوا ومعهم الحشد الشعبي هو قوة العراق التي ستحميه وتحرره، وحزب الله شرعي هو والقوى المقاومة التي تقاتل معه في سوريا طالما الرئيس بشار الأسد يراه شرعيا،
والرئيس الأسد قالها بالفم الملآن إنه وجود شرعي. وإيران من هلأ أعلنت، اللي منكم ما سمع يسمع كلام الدكتور ولايتي من يومين، إن وجود حزب الله في سوريا ليس مرهونا بالمفاوضات حول الحل السياسي ولا بوقف إطلاق النار ولا بالتوصل لتفاهمات دولية وإقليمية، إنه أمر آخر، أمر آخر يعني مرتبط بالصراع مع إسرائيل بإطار التفاهم مع الدولة السورية على بناء ميزان القوى الرادع الذي يحمي سوريا من خطر العربدة الإسرائيلية كما يحمي لبنان من خطر العربدة الإسرائيلية. هون بصير في موقع مباشر لكلام سماحة السيد. سماحة السيد حسن نصر الله عندما خرج يتحدث عن ديمونا وعن الأمونيا لم يكن فقط يردع مخاطر التفكير الافتراضي الإسرائيلي، كان يخاطب سيناريوهات قيد التداول، منها أن الإسرائيلي قد يفكر بعملية عسكرية تكتيكية في جنوب سوريا في مواجهة حزب الله، ورهانه أن المواجهة ستكون محصورة في هذه الدائرة، وأن حزب الله بمعادلة لبنان الجديدة بعد انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية سيتفادى استخدام وجوده في لبنان للتصعيد مع إسرائيل طالما أن إسرائيل لم تفتح الجبهة اللبنانية عليه. وما أراده هو أن يقول إسرائيلي أنه يمكن أن يفتح الجبهة في جنوب سوريا ولأيام معدودة، لأن هذه الجبهة دولي بده يقوم العالم، ويمكن تشهد قصف صواريخ سورية ورد بصواريخ إسرائيلية. مجلس الأمن بما في روسيا وأمريكا بده يعمل حل، والحل هو العودة إلى اتفاق فك الاشتباك عام 74 ونشر الاندوف والتأكيد على عدم وجود قوى غير نظامية غير شرعية على كذا إلى آخره. هذا الحساب الإسرائيلي، وهذا الحساب الإسرائيلي مبني على أن حزب الله مكبل اليدين. جاء سماحة السيد وأنه الوقت اللازم ليعمل حزب الله حرب استنزافه ما رح ياخدها، يومين ثلاثة القصة. كلام سماحة السيد قال ثلاث أشياء. الأولى ما قال من وين يمكن أن تستخدم المقاومة الصواريخ التي تستهدف بها الأمونيا والديمونا، وما قال ردا على شو، إنه تعرضنا لحرب. وهو في الماضي قال أينما كان إذا قتل لنا أو استهدف لنا موقع أو كادر فإننا سنرد بالطريقة المناسبة أينما كان وكيفما كان ووقتما كان. تتذكروا هذه المعادلة تسمح، هلا من وين؟ ممكن من نقطة ضايعة بين الحدود اللبنانية السورية بالقلمون، جهة بحلب، بإدلب، بالقصير، بنتدمر، من شو عارفني من وين، لكنه سيستهدف هذه النقاط الاستراتيجية. أيضا كما قال سماحة السيد في مرة من المرات بأنه نحن هالمرة اللي بدها تجي إذا صارت الحرب ما في حيفا وبعد حيفا وما بعد بعد حيفا، يمكن من الضربة الأولى تكون الما بعد بعد بعد، يعني ديمونا يعني أمونيا. وبالتالي اليومين ثلاثة عال كتار مش بس كافيين، لأنه ما نبلشين شوي شوي كل جمعة منعلي الدوز، لا من اليوم الأول، ويمكن من اليوم الأول كمان كما قال في إحدى خطاباته تكون المعركة البرية بمبادرة من المقاومة. احسبوا منيح يا شباب، هذه المعادلة رتبت الفرملة اللازمة. كويس، الفرملة اللازمة إسرائيليا وأمريكيا أنه معناته ما في اشتباكات، لأنه هاي إذا صارت ضربوا الإسرائيليين، الرد إجا على المستوى العالي، الإسرائيلي صار بده يضرب بلبنان فتحت على كبير، طيب راحت المنطقة كلها إلى الاشتباك. هذا الأمريكي ما بده إياه ولا الإسرائيلي بيحمله. المطلوب هو عمل يؤكد قدرة إسرائيل على إبعاد حزب الله عن حدود الاحتلال في منطقة جنوب سوريا، وضغط تصعيدي إعلامي سياسي أمني يوصل إيران إلى تلقي الرسالة التي تقول التعاون ممكن، التفاهم ممكن، الحوار ممكن، المصالح المشتركة ممكنة، الحرب على الإرهاب معا ممكنة، لكن بدون حزب الله، بدون قوى المقاومة، خلينا نقول هيك، ولكن طليعتها حزب الله. الجواب الروسي، الجواب الإيراني، الجواب الروسي قالوا لافروف واضح، والجواب اللي تحت الطاولة اللي بعتوه الروس أقوى وأقسى بكتير.
لا تفاهم مشروط بخروج حزب الله من سوريا، لأن حزب الله هو القيمة المضافة في الحرب على الإرهاب. الجيش السوري وحزب الله أصبح واحدا في هذه الحرب وفي سائر الحروب. ما عاد رح تشوفوا جيش سوري قاتل إسرائيل لحاله، ولا حزب الله قاتل إسرائيل لحاله، ولا عاد تشوفوا جيش سوري قاتل الإرهاب لحاله، ولا حزب الله قاتل الإرهاب لحاله. هذه الثنائية التي ولدت من رحم السنوات التي مضت أبدية استراتيجية، لأنه بموجب هذه الثنائية اكتشف الفريقان قتالهما معا لا يجعلهما جمعا. يعني إذا الجيش السوري بحط 1000 مقاتل وحزب الله بحط 100 مقاتل بصيروا 1100، أبدا. 1000 السوري مع 100 من حزب الله، 1000 جيش سوري ومية من حزب الله، عم بصيروا 10,000. طاقتهم القتالية، 1000 جندي نظامي لما معهم 100 مقاوم، قيادتهم عم بتقول أن فعاليتهم تصبح تعادل 5,000. والمئة مقاوم لما في بظهرهم 1000 جندي يعبوا الفراغات التي يقتحمونها ويتقدمون فيها، قدرتهم على تحقيق الإنجاز كقوة نخبة تصبح 10 أضعاف. وبالتالي بهذا المعنى ما عاد ممكن لا الجيش السوري يفكر ولا حزب الله يفكر بالانفصال. هذا أمر، وهذا أمر بخص اثنين، ما حدا ثالث له علاقة فيه. وبالتالي ما أراه هو أن الأمريكي سيختبر هذا الخيار، ورح يضل يبعبع أردوغان، ورح يعلي سقفه السعودي، لكن ستكون النتيجة مواجهة في سوريا تتلقى فيها الجماعات المسلحة التابعة للسعودية وإسرائيل وتركيا ضربة شبيهة بتلك التي تلقتها في حلب. وسيضطر الأردني، لأنه رح تكون جزء منها على حدوده، لتموضع سريع يطلب فيه الود السوري والود الروسي والانسحاب من هذه اللعبة. والتركي سوف يعود صاغرا لمعادلة أستانا بعد أن يكتشف أن الأمريكي الأجبن من أن يذهب للتعاون مع روسيا، أجبن من أن يمنحه رأس القوى الكردية التي يطلبها ورأس جولن الذي يطلبه. هون اللي هلأ ركعوه بموضوع الاتصال اللي عمله مايكل فلين بالسفير الروسي، إذا فتح تمه ترامب وقال بدي سلم جولن للأتراك، رح يعملونه قضية حقوق إنسان، ورح ياخدوا أحكام قضائية بقلب القضاء الأمريكي، مثل اللي منعوا من تنفيذ قرار منع السفر، منع الدخول لأمريكا، رح ياخدوا له أحكام قضائية بمنع تسليم جولن للأتراك. وبالتالي سيهان وسيصاب إصابات بالغة، وسيكتشف التركي أنه لن يحصل على شيء، وأن خياره الوحيد هو العودة للانضواء في التفاهم الذي أنتج في لقاءات موسكو التي جمعته مع إيران ومع روسيا. نحن قدام 4 إلى 6 أشهر، بهال4 إلى 6 أشهر بيكون أعظم وأفضل وأحسن إذا بتكون النتيجة هي مزيد من الإنجاز في الميدان، لأنه هذا بيعدل ميزان التفاوض. مثل ما هم مراهنين إخراج حزب الله وحماية الجماعات المسلحة على قاعدة الوعد النظري بالتعاون في القتال ضد داعش والنصرة بيعزز ميزانهم التفاوضي، نحن بنعرف مش مراهنين أن بقاء المقاومة وقتالها المشترك مع الجيش السوري والتماسك الروسي الإيراني السوري بالإضافة إلى حزب الله وقوى المقاومة في الميدان يخلق معادلات جديدة تعزز من فرص نجاح التفاوض وفق السقف الذي أقره التركي ولم يجرؤ أن يصرح به للفصائل اللي معه. ما استرجى يقلهم أنه ما في إمكانية بعد للحديث عن إسقاط الرئيس، وأنه بدكم تروحوا تقبلوا بحكومة وهذا سقف الممكن، وبدكم تشتركوا بالقتال ضد النصرة. هلأ رايحين على جنيف، وهذا يعني الموضوع بعتقد لفتنا فيه بدون ما نكون يعني بوبناه، هو امتداد طبيعي فمنكمل فيه كمان بشكل طبيعي، أنه الآن مبين بجنيف أنه مبلشين من الصبح عم بيقولوا بدنا هيئة حكم انتقالي. يعني هو وين عايشين يا عمي؟ إذا أنتوا هيئة حكم انتقالي اللي بتقولوا بدون الرئيس الأسد، وبدنا هيئة حكم انتقالي هي تتولى إدارة البلاد، طيب هذا المطلب هو مطلبكم من 4 سنين. فيكم تقولوا لي اللي ما قدر يحقق هذا المطلب يوم كانت بيده أغلب الجغرافيا السورية، لأنه داعش ما كان اسمه داعش، والنصرة ما كان اسمه نصرة، وكانوا كلهم اسمهم جيش حر. تتذكروا لما أخذتوا الرقة، ولما أخذتوا ريف إدلب، ولما كله كنوا على أساس جيش حر. طيب هذا الجيش الحر تبعكم
اللي كان مسيطر على جزء كبير من الجغرافيا السورية، وكان الجيش السوري بحالة تراجع، وما قدرتوا تنتزعوا من الرئيس الأسد هذا التنازل. وإذا مراهنين أنه في بالدولة السورية بنية تستطيع أن تساوم على الرئيس الأسد وتملك القرار، كان لازم تبين وقتها. إذا وقتها ما بينت، كيف بدها تبين هلأ وسوريا بأحسن حالاتها وتحقق انتصارات عسكرية، وبيوقف بوتين وبيقول نحن عمنا نقاتل مع الدولة السورية وآخر همنا العملية السياسية، وبيوقف الإيراني وبيقول نقاتل إلى جانب سوريا، وبيوقف حزب الله وبيقول نحن لسنا جزءا من موضوع سياسي، نشجع المصالحات ونؤيد المصالحات بس نحن برات البحث لما بصير في مسعى للحل السياسي. كيف بده يقبل هلأ؟ طيب فزن أنتوا عارفين أنه ما حيقبل، يعني عم بحكي باللغة البسيطة العادية، ما عم نقول صح وغلط يا خيي، أنتوا بتقولوا أنه هذا ما بصير والشعب السوري وبعض التضحيات التي قدمها ولن يقبل، عظيم. بس الرئيس الأسد أنتوا عارفين ما حيقبل، أنتوا عارفين بظروف كانت أفضل لصالحكم دوليا وإقليميا وسوريا وميدانيا وعسكريا وسياسيا وما قدرتوا تفرضوها عليه، كيف بتتوقعوا بالتفاوض تفرضوها عليه اليوم؟ إذا أنتوا عارفين أنه ما رح فيكم تفرضوها عليه إلا إذا تغير ميزان القوى. شو بيدكم يا شباب لتغيروا ميزان القوى؟ الميدان. طيب شرفوا على الميدان، بكرة إذا انفجرت بالميدان لا تقولوا أنه رجعوا شعلوا خرقوا التعهدات والاتفاقات. يا أخي ما فيك يكون بدك إسقاط الرئيس الأسد وبلاها ما بتقبل حل ومش قادر تسقطه، وإذا هجم عليك ما بصير يهجم علي لازم يتركني، يعني هذا حكي تخريف، هذا حكي ناس ما خصهم بالسياسة. أبسط البديهيات، إذا بدك حل تفاوضي، الحل التفاوضي البديهي هو أنك تقول حكومة وحدة وطنية على قاعدة موازين الدستور الراهن، تمهيد لانتخابات، وبالآخر منشوف بالانتخابات يا أخي كل واحد شو بيجيب، وانت واثق شعبك معك والشعب لن يقبل، خلي فرجينا لن يقبل في الانتخابات. ليش خايفين من الانتخابات؟ ليش بتنرعب بس نقول لك انتخابات؟ ليش ما بتسترجي تقول انه ايه بدنا انتخابات من بكرة يا اخي؟ ليش ما نعمل حكومة لنعمل انتخابات؟ خلي هلأ الامم المتحدة والحكومة السورية، نحن بنرضى الامم المتحدة تمثلنا، تعمل هي والحكومة السورية تفاوض على صيغة للوصول الى انتخابات، وهذه الانتخابات تنتج هي رئيسا وحكومة وبرلمان لمدة سنتين، وبها السنتين بقى بينعمل الدستور الجديد وعلى اساسه يعاد بناء الدولة السورية الجديدة. بتسترجوا؟ ما بتسترجوا، لانه عارفين النتيجة شو حتكون، انه انتوا برا. لذلك جنيف هذا ما حيطلع منه شيء، لانه هذه المعارضة جاية لتكون واجهة للحساب الذي رسمته CIA وكلفت مديرها بتسويقه في المنطقة، وابلغ الملك عبد الله بالذهاب الاردني بالذهاب للانعطاف نحو روسيا شرط ان لا يفتح على البعد الذي يمكن أن يربح إيران ويكون جزءا من المواجهة معها، وكذلك السعودي، وطبخة الجبهة الإقليمية واللغة المتوترة والتصعيد على إيران والمطالبة بلحظة التفاوض بأن يكون انسحاب حزب الله وقوى المقاومة هو الثمن المطلوب لقاء التعاون في الحرب على الإرهاب، وأن يكون النظام الجديد في سوريا نظام مناصفة بين الجماعات المسلحة التي يحميها الخارج وبين الدولة السورية التي تمثل الإرادة الداخلية. هذا طبخة البحث تبعكم هاي كلها، إذا هاي ما تطبق شيء منها يوم كنتم الأقوى، كيف بده يطبق شيء منها الآن؟ وبالتالي أنتم اخترتم أن الذهاب سيكون إلى الميدان في الأشهر القادمة، الميدان بالبحرين والميدان باليمن والميدان بالعراق والميدان بسوريا، حتى تنضج هذه العقول المتحجرة وتفهم الحقائق وترضخ للمعادلات الجديدة، أو يكون الله قد قضى أمرا مفعولا. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. 60 دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها.
60 دقيقة مع ناصر قنديل.